بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع سلسلة ماتس بلوتليب الهادفة إلى رسم البيانات أو المبيانات باستعمال المكتبية ماتس بلوتليب التابعة لبايثون. لا بأس أن نقوم بمراجعة كيفية رسم البيانات. لدينا محور الأفاصيل X على ثم سن المجموعة الأولى ثم سن المجموعة الثانية. نريد أن نرسم رسم بياني يمثل السن مقارنة مع رقم الطلبة. إذن يمكن لا بأس أننا نذكر بالخواص كيفية رسم بياني. إذا لاحظ عندنا مثلا أرقام الطلبة. إذا سنقول الأرقام مثلا 11 مثلا رقم الطالب 100. ليس بالضروري أن تكون أرقام مرتبة. فوالا ثم هناك أرقام فوالا. إذا محور الأفاصيل محور الأراسيب الأول محور الأراسيب الثاني. إعطاء مثلا إكس لابيل يعني إعطاء عنوان لمحور الأفاصيل، إعطاء عنوان لمحور الأراسيب، تيتل يعني المبيان هو عنوان المبيان باستعمال الخاصية تايتل، ثم استعمال بي بي بوان بار لرسم مبيان على شكل أعمدة. دائما ما نمرر محور الأفاصيل ناقص دبليو دبليو هو عبارة عن وزن. فوالا شرحنا ذلك في الفيديوهات السابقة لأننا نريد أن نفرق بين المبيانين، لأن عندما نرسم مبيانين على شكل أعمدة دائما ما تتطابق الأعمدة وبالتالي يجب فرز هذه الأعمدة باستعمال وزن محدد. فوالا ثم ليجند يعني ليجند يعني مفتاح المبيان يعني كل يبين لون المبيان رقم واحد ثم لون المبيان رقم اثنان. سنتعلم كيفية الحد. الإشكال في المبيانات على شكل أعمدة أنها لا تتضمن محور الأفاصيل ولكن تتضمن مصفوفة مدرجة كنا قد خلقناها بـ AX subdivision MB arrange لان نيميرو ستودنت يعني الرانج يعني من صفر إلى عدد العناصر الموجودة في محور الأفاصيل. ولكننا هذه المرة نريد أن نحتفظ بمحور الأفاصيل وبالتالي سنستعمل الخاصية الثانية x ticket. سنمرر لها بارامترين. بارامتر الأول هو تيكت يساوي ثم بارامتر الثاني ليبل تساوي. إذا سنقول له تيكت يعني المصفوفة المدرجة الذي كنترول سي واحد كنترول في ثم الليبل محور الأفاصيل الأصلي كنترول سي محور الأفاصيل الأصلي هنا. إذن للتأكد سنقوم بنشر المبيان بدون استعمال الخاصية ثم سننشر المبيان باستعمال الخاصية. إذن أعتق دياز ككومنتر. إذن سأقوم بالإكزيكيوسيون. أنا لاحظ عندي الأعمدة ولكن هناك صفر واحد اثنان ثلاثة. هدفي هو أن أغير هذا محور الأفاصيل إلى محور الأفاصيل الأصلي يعني نيميرو ستودنت أو رقم الطلبة يجب أن يكون 11 123 3 4. لذا سأستعمل خاصيات إكس تيكت. فوالا. إذا سأجرب إن شاء الله. يا بسم الله أتمنى أن تكون الأشياء صحيحة. فوالا فوالا لاحظ هذه المرة الحمد لله أخذ بعين الاعتبار أرقام الطلبة 11 123 3 إكس.
إذا شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل. فيديوهات قصيرة تعلمنا كيفية رسم البيانات استعدادا للبيانات الضخمة، ولتقنية تعليم الآلة أو تعلم الآلة أو ماشين ليرنين. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء.